نصب على حضراتكم مرة تانية، وخلينا نبدأ فقرتنا بمجموعة من الأخبار اللي حصلت امبارح، وكان من أبرزها أن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قال على هامش مشاركته في القمة الروسية الإفريقية أن مصر دوما ستبقى سباقة في انتهاج مسار السلام، وأن العالم يتسع للجميع. الرئيسان السيسي وبوتين توسطوا صورة لعدة قادة من المشاركين أيضا في هذه القمة الإفريقية الروسية. كمان معانا أخبار الحكومة المصرية، واللي نشرت حصادها الأسبوعي في إنفوجراف، ووزارة الداخلية نفت ادعاءات جماعة الإخوان الإرهابية بإضراب نزيلات بمراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام، وتفاصيل أكثر نشوفها مع بعض في سياق هذا التقرير. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب عن تقديره البالغ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحفاوة الترحيب وكرم الضيافة، مضيفاً: يسعدني أن أتواجد في الدورة الثانية للقمة الروسية الإفريقية التي تشرفت إلى جانب الرئيس بوتين بإطلاق نسختها الأولى بشكل مشترك عام 2019 خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، حيث صاغ هذا المسار إطاراً مؤسسياً مستداماً يليق بحجم وعمق الشراكة التاريخية التي تجمع بين الدول الإفريقية وروسيا. وأكد الرئيس السيسي أن مصر كانت دوماً رائدة وسباقة في انتهاج مسار السلام، سلام الأقوياء القائم على الحق والعدل والتوازن، فكان هو خيارها الاستراتيجي الذي حملت لواء نشر ثقافته إيماناً منها بقوة المنطق لا منطق القوة، وبأن العالم يتسع للجميع. وطرح الرئيس السيسي رؤية مصر بشأن الظرف الدولي الراهن، وكذلك أهم المحاور التي نقدر أهمية التركيز عليها كأساس لتعميق التعاون القائم تحت مظلة شراكتنا الاستراتيجية. امبارح حرص القادة المشاركون في القمة الإفريقية الروسية الثانية المنعقدة بمدينة سان بطرسبرغ الروسية على التقاط صورة تذكارية توسطها الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. امبارح نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 22 يوليو حتى 28 يوليو 2023، تضمن الموافقة على عدد من القرارات فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات اللي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة. امبارح نفت وزارة الداخلية صحة ما تم تداوله بعدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية من ادعاءات حول إضراب نزيلات عن الطعام بمراكز الإصلاح والتأهيل، وإن ده بيأتي ضمن الحملة المنظمة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب وتزييف الحقائق لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام. محافظات مصر كمان شهدت مجموعة من الأخبار والأحداث، واللي كانت أهمها في محافظة الأقصر اللي أعلنت إشهار 3 مراكز شباب ضمن مبادرة حياة كريمة، وكمان تمت الموافقة على 453 طلب انتداب وإعارة وأجازة للعاملين بالتعليم في أسيوط. كمان أيضا معانا انطلاق فعاليات يلا كامب في مدينة دهب وكاترين في جنوب سيناء، معنا أيضا تنظيم 1231 ندوة صحية للتوعية والتثقيف، و15 لقاء جماهيري في محافظة ألمنيا. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها أن مديرية الشباب والرياضة في محافظة الأقصر أعلنت عن الانتهاء من إشهار 3 مراكز شباب جديدة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتم صدور قرارات الإشهار للمراكز، وهي مركز شباب أبو زعفة، مركز شباب عزبة علي بدر، ومركز شباب القضاء. محافظة أسيوط أكدت أنه تم الموافقة على 453 طلب تجديد ندب وإعارة و493 طلب أجازات متنوعة للعاملين في مديرية التربية والتعليم، من بينهم طلبات لبعض الحالات الإنسانية وذوي الهمم مراعاة للبعد الإنساني ليهم ولظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، وتسهيلاً على العاملين والموظفين بكل القطاعات ومديريات الخدمات. انطلقت أفواج معسكر يلا كامب في مدينة دهب وسانت كاترين اللي بتنفذها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديريتي الشباب والرياضة بجنوب سيناء، والمقرر استمرارها لحد يوم 31 يوليو بمشاركة 70 شاب وفتاة. بيتضمن برنامج المعسكر بمدينة دهب تنفيذ ألعاب الكروسفيت والألعاب الرياضية والترفيهية بالتعاون مع اتحاد الألعاب الترفيهية،
بالإضافة لبرنامج سياحي في المدينة وجولات حرة وزيارة جبل التويلات والبلو هول وحفلات سمر في محمية اللاجون ورحلة بحرية. محافظة المنيا أكدت أن إدارة الثقافة الصحية بالمديرية نفذت 1231 ندوة للتوعية والتثقيف الصحي و15 لقاء جماهيري على مدار شهر يونيو اللي فات عن طريق فرق التثقيف الصحي في كل الإدارات الصحية بمراكز المنيا التسعة. كمان بيتم التدريب المستمر للمثقفين الصحيين على برامج التوعية لتقديم الرسائل الصحية السليمة. مديرية الطب البيطري بمحافظة مطروح أكدت أنه تم تحصين 23 ألف رأس أغنام ورؤوس ماشية مع انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع في كل مراكز وقرى محافظة مطروح، وده من خلال 16 وحدة بيطرية واللي بتستهدف تغطية تحصين تفوق 80% من تعداد الماشية في المحافظة. مديرية الصحة في محافظة الفيوم أعلنت عن مؤشرات أعمال حملة 100 يوم صحة في المحافظة، وتم توقيع الكشف الطبي على 176 ألف مستفيد ومستفيدة من بداية انطلاق الحملة والحد دلوقتي، منهم 83 ألف سيدة منتفعة بخدمات ووسائل تنظيم الأسرة و55 ألف مستفيد ومستفيدة من ندوات التوعية، وتردد على القوافل العلاجية 9000 مستفيد، وتمت إحالة 1250 حالة للمستشفيات لاستكمال الفحوص وإجراءات العلاج.